عليكم بالخير مشاهدينا بلقائنا التالي. بنستقبل معنا دكتور زينة خصوب الأسود، دكتوراه بالسلوكيات البشرية والاستشارية ويلنس ليدرشيب كوتش. موضوعنا لليوم رح يكون عن الأمل بأوقات الصعبة. دكتور كيفك اليوم؟ تابعناك امبارح مع إلي ألو، مع إلي حوشان مباشرة عبر الانستغرام، كانت مقابلة كتير حلوة. امبارح كنا عم نحكي عن العلاقات، كان شوي محتد الجو. أكيد. كان حلو. دايما بالعلاقات بيحتد الجو. صح. أكيد نحن هلأ عايشين أوقات كتير صعبة. صح. يعني حتى الواحد يحكي بالأمل، أوقات بتحس الأشخاص منن ريل، يعني أنه كأن الواحد عم بيحكي بشيء أنه أوف بعد حدا عنده أمل، وما فينا نعيش من دون أمل، يعني لولا فسحة الأمل كنا نحن هلأ أكيد مش موجودين. قدي فينا نقول أنه نحن فينا نكون عم نحكي عن شيء واقعي، وعن جد نحن عم نكون واقعية لما نتكلم عن الأمل بهالأوقات يلي بتصيري مش عارفة من وين جايتك المصيبة؟ صح. وعن جد أنا نقيت هذا الموضوع اليوم بالذات لأنه بعتقد في شريحة كتير كبيرة من الناس فاقدة الأمل على وضع كتير كتير صعب، مثل ما كنا عم نحكي أنا وإلي امبارح أنه الوضع عن جد كتير صعب على كل الناس، بس على كل الناس، يعني مش فئة من الناس وغير فئة من الناس. وأهم شيء أنه بس بدنا نحكي عن الأمل مثل ما ذكرتي، أنه ما نكون باللاوعي، يعني أنه ما عم نحكي عن الأمل بس لأنه بدنا ننظر أو بس لأنه بدنا نتكل على شغلة منا موجودة. اليوم التركيز أكثر باسكال هو عن كيف واحد بيمشي مع الأمل، لأنه في صعوبات بالحياة. نحن هلأ بوضع صعب جداً كتير كبير، بس بالحياة بالإجمال هلأ نحن بلبنان خلقنا بالحرب وبعدنا عايشين بحالة صعوبة كتير كبيرة، بس بالإجمال الحياة بيقطع فيها صعوبات وين ما كان، يعني مش بس بلبنان. في كتير بيسألوا طب ليه نحن خلقنا بهيدا التوقيت بالذات، مثلا ما كنا فينا نخلق ما قبل الحرب هيك نمشي بين الزياح؟ بس انه بنرجع بنقول انه اكيد بكل العصور في مشاكله، وكل يمكن فترة إلى مصاعبها. قديه حتى نقول هيدي الشغلة كمان عم نطبطب على حالنا انه دايما في مصاعب، طب ليش بدي ضلني عايشة هيك بالمصاعب؟ وقديه الحياة صعبة، وقديه انا لازم اكون قوية حتى اتخطاها. ليكي باسكال، اول ما بلش الحراك الشعبي وبلشت الكورونا، في بوست حطيته على الفيسبوك، كان بوست بيحكي عن من 1900 لهلا شو صاير عالميا، ان كان الحرب العالميه الاولى ولا الثانيه، ولا يعني اذا بتطلعي كل 10 سنين في شيء عالميا مش بس بلبنان. بقى اذا الانسان بيرجع شوي على التاريخ بتشوفي انت انه العالم كله بكل محل معين بيقطع بمشاكل معينه. هلا نحن حصتنا شوي اكبر من غيرنا بس بركي لانه نحن بنقدر نتحمل اكثر من غيرنا، بركي بنقول هذا الشيء هيدا. بس بالنسبة للسؤال اللي سألتي، هل الإنسان كيف بده يتعلق بالأمل؟ هل بده يتعلق بواقعية ولا بغير واقعية؟ أول شغلة، في أسس لهذا الموضوع، أسس للأمل، يعني كيف واحد بده يكون عنده هالأمل. هي شغلة يومياً you practice it، مش شغلة بس بتقولي بتحكيها. يعني كيف بنحكي نحن عن الامتنان؟ كثير بنحكي عن الامتنان نحن، وقديه دراسات حكيت عن الامتنان
وشو بتعمل بالجسم وقد ايه بتحسن من الصحه وقد ايه بتحسن من المنتل والبيينج تبعنا. ويعني وهلا صار في كثير ناس من بعد الوعي اللي عم نحكي عنه صار لنا سنين صاروا بيعملوا practicing of gratitude كل يوم، بيكتبوا كل يوم على شو هن ممتنين. الامل ذات الشيء it's a practice. هي شغله بنعملها يوميا. بس كيف قبل ما واحد يبلش يعلق اماله بمحل لازم اول شيء يفهم وضعه، الوضع يلي انت فيه. هالوضع يلي انت فيه دائما بتطلعي على شو بتقدري تعملي كنترول على شو ما بتقدري تعملي كنترول. الناس دائما بتركز على وبتعتلهم الاشياء يلي هي ما عندها كنترول عليها. يعني انت عندك كنترول شيء على الكورونا هلا، على سعر الدولار، انت كفرد بهالمجتمع هيدا عندك كنترول ما عندك كنترول. اذا عتلتي هم على هذا الموضوع او ما عتلتي هم شو راح تاثري، التاثير شو راح يكون؟ طيب بس ما كيف يعني كتار بيسالوا كيف انا بدي اكون عم بطرد هيدي الافكار يلي هي شو رح يصير فيي، كيف انا بدي اقدر كفي، معاشي صار نص، مش عم بقدر اقبض، كان عم بقبض 20% مع سعر الدولار، اذا صار سعر الدولار بيقعدوا بيتسلوا فينا يعني كمان على التلفزيون رح يصير ب 100,000 صار ب 9,000، يعني هالرعب كله اذا انا قاعده كيف بهرب منه؟ هو عمليه مونتال. يعني كيف واحد بده يشتغل مع حاله هي عمليه مونتال. اول شيء الحاله العاطفيه يلي انت موجوده فيها كثير مركزه على الحاله الجسديه يلي انت بتعيشيها. يعني دائما بنحكي نحن عن العافيه يلي هو اساس كل شيء، الرياضه، التامل، الصلاه، الاكل الصحي، كل هالاشياء هي. بقد ما الناس بتفكر انه هيدا موضوع ما بيأثر وبيسك، هو موضوع 50% بيأثر. لانه انت طالما عم بتبلشي برياضة 20 دقيقة بالنهار، انت عليتي اندورفين بجسمك، انت حسنتي من الهرمونات تبع السعادة عندك 50% على 24 ساعة. انت ساعدتي جسمك اذا بده يفوت بحاله ارق بحاله قلق انك بلشتي تساعدي انه يخفف. يعني انت بده يكون عندك حاله فعاله بانك تسيطري على الحاله النفسيه يلي نحن فيها هلا. هل يا ترى ناس بيقولوا لي ما عم بقدر؟ في ناس اقوى من ناس اول إيه؟ شيء في قدره ولا في براكتس يلي حكيتي عنه بتمرن حتى تصير اقوى من غيري بهالموضوع؟ في عندك عاده وفي عندك براكتس، وفي ناس الويل تبعهم القدره تبعهم انه يعملوا هذا الشيء مرنين عليها من قبل لانه في ديسيبلين تعودوا عليه هن واصغر بعمر كتير أصغر. يعني عم نحكي دايما بعمر المراهقة وبعمر تحت المراهقة وأول العشرينات بيساعد الإنسان كتير لبعدين يضل بهالعوايد السليمة يلي بتقدر تساعد. بلكي منعلمها للأهل يكونوا عم بيعملوا هالبراكتس مع أولادهم بأعمار صح. صغيرة هيك بيوصلوا، لأنه مثل ما قلتي إلا ما يجينا مصايب تيعرفوا كمان هون كيف يتخطوها. بشو منبلش مع أولادنا؟ بأي أعمار؟ كيف هيك بدنا نقعد نساعدهم حتى يغيروا state of mind تبعهم حتى يكونوا دايما عم بيتلقوا الضربات؟ مش ضروري دايما نحكي بشي بوزيتيف، يعني لا يتلقوا الضربات ويقدروا يستوعبوها تيقدروا يكملوا. دائما باسكال منبلش بعمر كتير صغير، يعني دون 3 سنين. من أول الأشياء يلي منركز عليها هي الذكاء العاطفي عند الأولاد. وأنا بشوفك كتير بتطلع كمان مع دكتور المزين. دكتور المزين بتحكوا عن هذا الموضوع. الذكاء العاطفي كتير كتير مهم إنك تساعد الولد إنه يعبر عن مشاعره، ما يعمل ريبريشن لهالمشاعر يلي هو فيها. أول شيء يفهمها، يتفاعل معها، ويعمل أكشن ستيب عليها. يعني مش بس يفهمها، كتير مهم إنك أنت كأهل تساعدي ولدك أول شيء يعبر،
لانه مثل ما بتعرفي في اولاد عندهم انطوائيه، اولاد ما عندهم انطوائيه، بقى حسب العائله. بقى اول شغله ان كان مع الولد او مع الكبير، هلا بالحاله يلي نحن عايشين فيها، قد ايه في عندك مراهقين حالتهم كثير صعبه؟ وانا حابه اعمل حلقه بس عن المراهقين، لانه عندهم ديبرشن كثير قوي، خاصه بهاللوك داون يلي عايشينه. نستوعبوا شو صار فيهم. ايه، انقلبت حياتهم كليا، بقى يعرفوا يعبروا عن المشاعر تبعهم اول شيء، ثاني شيء يحكوا عن هالمشاعر، ثالث شيء يعرفوا شو بدهم يعملوا فيهم، مش انه نتركهم. طيب انا غضبان، طيب شو عم تعمل بالغضب؟ كيف عم بتظهروا للغضب؟ عم بتظهروا فيزيكلي، عم بتظهروا بالكتابه، عم بتظهروا بالرياضه، عم بتظهروا قاعد زومبي على البلاي ستيشن كل النهار، عم بتصرخ على غيرك، عم تتخانق مع امك. يعني هيدي شغله كثير مهمه. هلا اللي عم بيصير مع الكبار اضرب بكثير لانه ما بيعرفوا، يعني مثل ما قلتي ما انهم مرنين. يمكن في كثير وصلوا مثلا رجال اعمال بيضلوا كل يوم بالشغل، فجاه قعدوا بالبيت وقعدوا يمكن يتخانقوا هن ومرتهم، انه وصلوا لمطرح عملوا ديبرشن لانه مش معودين ابدا على هاي النقطه ومش مرنين قبل، مرنين بس يشتغلوا. صح. فكمان يمكن هيدي مشكله كثير كبيره كيف بدو يتعاملوا معها. صح، وهيدا هو الامل يلي عم نحكي عنه. الأمل بيجي بأول نقاط صغيرة بقلب بيتك، بقلب بيتك، إنك تعرفي. ونحن منقول للمشاهدين اليوم إنه يعملوا نوع من تقييم. أول شيء البيت كيفه ماشي، هالبيت ماشي بسلام ولا دب وعصري كل النهار، منقوم على خناقة مننام على خناقة، صريخ قايم قاعد، الناس ما عم تتفاهم معه، لأنه الأزمة زادت كتير بالبيوت باسكال. بقى ماديا وصحيا وعلى صعيد وطن. صح، بقى والمشاكل بقلب البيت نفسه زادت، لأنه المشاكل الخارجية زادت. بقى انترنالي بتأثر عليك إذا أنت منك جامدة وستيبل انترنالي من جوا بالداخل تبعك، انت اكيد رح تتأثري اكثر بالاشياء الخارجية يلي عم تجيكي. بقى هيدا الشيء كثير رح يأثر عليكي سلبيا. طيب ذكرنا شغلة هي انه هيدي المصيبة على الكل، لما اجي انا اطلع انه حتى بلبنان يمكن نحن اكثر بكثير من غيرنا، بس انترناشونالي يعني الوضع الاقتصادي منه ظابط، في كثير مشاكل، وبنشوف كمان دول عظمى عم بيصير فيها مثل ما صار عنا. لما اقول انا هيدا على الكل، بكون عم بعطي لإلي دوز معين حتى كمان اتخبى وراء اصبعي حتى كمان اخدر حالي، ولا بالعكس اذا خدرت حالي بهالطريقه بكون عم ساعد حالي اقول انه علي وعلى غيري خلينا كلنا نقوم سوا، وخليني اشوف ما بعرف غيري شو عم بيعمل باي طريقه بدي انظر له. لا بالعكس، انا ما بسميها تخدير ابدا، انا بسميها واقع. نحن بواقع، نحن واقعنا أسوأ من غيرنا. يعني هيدا بدي اعترف فيه، هيدا بدنا نعترف فيه. الواقع البلد أسوأ بكثير من الواقع الناس بأوروبا بأمريكا بكل دول العالم أكيد، بس هني واقعهم مش كثير أحسن منا. يعني الواقع تبعهم كمان عاطل. بقى عالميا في أزمة اقتصادية، عالميا في أزمة الكورونا والبانداميك، وفي اللي بنسميه uncertainty، يعني نحن ما بنعرف على شو واصلين. طريقة شغل الأمل بحياتنا هي أنت كيف بتغيري المايندسيت تبعك. يعني أنت كفرد بهالبيت أو بهالمجتمع، أنت كيف مقررة أنك تغيري بطريقة التفكير، كيف بدك تتعاطي مع هالمصيبة يلي أنت موجودة. المصيبة موجودة باسكال، وما حدا بده يتخبى وراء اصبعه ويقول انه ما في مصيبه، في عده مصايب على عده اصعدة، بس نحن كيف بدنا نتعاطى مع هالمصايب هيدي بتفرق. وهيدي لغه السايكولوجيست بحالات الازمات، انت كيف بتقرري، هو بيعمل كل الفرق
بانك بدك توصلي بعدين، لانه اذا انت عندك هالمرونة النفسية تا اول شيء تتخطي الأزمة، ها اول عامل. الناس عندهم المشكلة، عندنا مشكلة كتير كبيرة بالناس انه ما حتى المرونة النفسية ما عندهم اياها، يعني في قلق، في اكتئاب، في ارق، في حالة نق كتير كبيرة، في حالة لوم كتير كبيرة ماشي كل الوقت، في حالة غضب، غضب على طول، يعني في نقمة كل الوقت. هالنقمة ما انت عم تجيبيها على نفسك، هالانرجي هيدي it's a toxic energy، انت عم تجيبيها على حالك وعم تبقى معك وعم تعطيها لأفراد عائلتك وعم تعطيها لأصحابك، وهيك it's a ripple effect. هلأ شو نحن عم ما عم نقول انه ما نحكي عن الواقع يلي نحن فيه، الواقع موجود، بس طيب شو كيف بدنا نتعاطى معه على قد قدرتنا نحن، شو عنا كنترول. كل واحد بيعرف قد ايه عنده كنترول، في ناس عندها كنترول بس على بيتها، في ناس عندها كنترول على ضيعتها، في ناس عندها كنترول على المدينه، في ناس عندها، يعني كل واحد قد ايه مسؤولياته بيشتغل بقدر مسؤولياته. وبذات الوقت منجرب قد ما فينا المايند سيت تبعنا نغيرها شوي بطريقه انه تفسح شويه امل قدام الناس باي practicing it every day. خلينا نحكي عن النقطه يلي اكيد كمان عم نعرفها، في اشخاص موجوده بالبيت بيكون مسؤوليتها اكبر من الشخص الثاني. اذا امراه ما بتشتغل قاعده بالبيت، زوجها هو المعيل، اكيد الضغط كله عليه والتعب كله عليه، او العكس صحيح، بتصير بس شغلتها من على بكره لعشيه النق، وشو رح يصير فينا وشو رح نعمل. يعني قد ايه هون اذا هي لا قادره تشتغل، لا قدرة تطلع مصاري، منا هي المعيلة، قدي شغلتها بس تكون سبورتيف، قدي يمكن أوقات الولد يكون سبورتيف لأهله الاثنين يلي هني عم يتعبوا ويلي خايفين ويلي مش مسترجين يفتحوا تمهم حتى ما يأثروا عليه، منحكي معه، منأثر عليه، يعني كل واحد كيف في يلعب دوره بي على قد ما هو عنده مسؤولية. خليني أقول تذكري بس كنا عم نحكي عن الإفكتس إنترنال، يعني عم نحكي هلأ كنا قدي الواحد هو بيكون سوليد قوي من جوا، قدي عنده ديسيبلين، قدي عنده صلابة، قدي هو بيقدر يعمل سبور لأفراد عائلته إن كان ولد ولا منه ولد. الولد حتى بعمر 8 سنين وطالع بيقدر يكون حتى سبور لأهله، لأنه نفسية الولد كتير بتأثر أكيد، بس أكيد هون مسؤولية الأهل لأنه يكونوا هن نفسيتهم عم بتأثر إيجابيا على الأولاد. هل الأشياء البيسك اللي حكيتك عنها اللي هي أساس، إن كان الرياضة ولا التأمل ولا الصلاة ولا النوم ولا الفرح يلي بالاشياء الصغيره يوميا، هيدي بتحسن 50% من موده للانسان يوميا. هلا في ناس بيقولوا لك انه واحد عم بخدر حاله كان بهالاشياء هيدي، هو منه تخدير، هو تقليعه مساعدة. تقليعه لتقدري تكفي تاخدي قرارات بامور كثير اصعب، بمسؤوليات كثير اوسع عندك اياها بإياماتك. بقى إذا كل فرد من هالعيلة قدر يعمل هالإشياء هيدي، أول شيء عليتي دوز البوزيتيف أنرجي بالبيت، هي أول شغلة. تاني شغلة الاجتماعات العائلية هلأ كتير مهمة، يعني أنا بس أقول اجتماع عائلي، يعني في كتير أولاد ما عم بتعبر مثل ما قلنا عن مشاعرهم بهذا الوقت، عندهم أفكار كتير. يعني في أولاد أنا عم بشتغل معها بتقليك أنا كل مثلا تينيجرز بيقولولك أنا راحت أيام الهاي سكول تبعي كلها، ما رح أقدر ربي أصحاب مثل ما لازم، ما رح أقدر أظهر مثل ما لازم، ما رح أتسلى مثل غيري، ما رح أقدر أعمل الكونكشنز والأصحاب لبعدين مثل غيري، الدنيا تبعنا تغيرت، في فزع، في هلع. بقى هالواحد هالأهل يقدروا يسمعوا
للأولاد، والأولاد يسمعوا لأهلهم كمان، مش على الفزع يلي عنده إياه الأهل. أهل ما لازم يفزعوا أولادهم، بس لازم يقولوا الواقع كمان مثل ما هو. بدي أحكي شوي عن الأعمار يلي هي ما فوق الستين. يمكن مثلاً بيلاقوا أول شيء منهم كتير ممرنين، بعتقد نحن بلشنا نتمرن حتى تكون هيك الست أوف مايند تبعنا أحسن. كمان هن يمكن عندهم مشكلة الصحة، بخافوا كتير، وإجا الكورونا حتى يرعبهم أنه ما يظهروا، ما يخلوا حدا يفوت على البيت. يعني لهالدرجة كانت شغلة كبيرة بالنسبة لإلهم، وعندهم مشكلة الأمل أنه أنا شو بعد بقي لي من هيدي الحياة، هالسنة سنتين أنه خلص. يعني حتى الواحد يقول أنه لو سنة وسنتين هن كتير كتار، بس حتى إجي أقول أنا هالسنتين شو بده يصير فيهم، قدي الأمل بيكون واطي. هالفئة العمرية كيف فينا نتعاطى مع، لأن كمان هن مش ممرنين، بأي طريقة بدو يفكروا؟ هالفئة العمرية أكثر فئة عمرية لازم تنزار عن بعيد، لأنه هالفئة العمرية هي بحاجة لكونكشن أكثر شيء. مظبوط، هل يعني الناس فوق الستين هن الناس يلي أكثر شيء رعبوا على صحتهم، هن الناس يلي أكثر شيء تأثروا بالكورونا، ويلي اكثر شيء صابهم الاكتئاب او والانكزايتي يلي ما عنده، لانه نحن بتعرفي مع العمر بزيد عنا الاكتئاب وبزيد عنا الانكزايتي يلي ما عنده. بقى هي الفئه العمريه اللي حست حالها لوحدها. في دراسات باسكال بتحكي عن قد ايه الكونكشن، قد ايه بس يكون في تواصل بين الافراد، قد ايه بيعلي ماده الاوكسيتوسين بالجسم، قد ايه بخليكي سعيده، قد ايه بيحميلك من مشاكل القلب، قد ايه بيعلي لك المناعه، قد ايه بيساعد كذا شغله. بقى هل حاله انفقدت عند هالفئه العمريه؟ بقى هون طلبنا من كل الاشخاص انه يزوروا، إذا مش يزوروا فعليا لأنه ما بيقدروا يزوروا فعليا وهي مشكلة كبيرة، بس أنه يكون في تواصل يومي مع هالأفراد هيدي تا يقدروا يحسسون بالأمل، وهن يكونوا يحسوا حالهم شوية مبسوطين. وانت بتعرف انه الست والجد بينبسطوا بالاحفاد، بينبسطوا بكلمه حلوه، بينبسطوا بهالاشياء هيدي، وتيبلشوا يتمرنوا هلا على ديسيبلين معين في صعوبه كتير، غير منهم يلي اصلا شغلين على حالهم بوقت كانوا اصغر بالعمر. بقى كثير في صعوبه انه هلا يبلشوا بديسيبلينات جديد، بس اكيد الرياضه بتفيدهم، اكيد الصلاه بفيدهم، اكيد النوم المنيح بفيدهم، الاكل الطيبه بتفيدهم، يعني ونكون موجودين حدهم. أكيد يمكن نحن كل عمرنا منقول تفادوا الأشخاص يلي بنقوا كتير، هربوا منهم. يعني هلأ صرنا مش عم نقدر نتفادى حتى نحن يعني أنه بتصيري قاعدة أنت وأصحابك وتبلش تقولي معقول اليوم قدي سعر الدولار، معقول معقول معقول، بترجع بتقولي سوري سوري مش عم نق، بس هي أكيد عم نق وكلنا عم نق. طيب هيدا شيء حالتنا، ايه حالتنا هالشيء بفيد، يعني بكون عم نطلع يمكن النيجاتيفنس يلي عنا اياها، عم ناذي غيرنا، عم نضايق غيرنا، ولا هيك عم نعمل ثيرابي جماعيه خلينا نقول؟ لا، ليك انه واحد يحكي مع اصحابه عن الواقع، الواقع يلي نحن فيه اكيد مش غلط ابدا. كثير مهم انه نتشارك الاسى مع بعض، بس مش كل الوقت. يعني إذا كان هيدا موضوع الحديث اليومي عبكرة والظهر وعشية متعبة ساعتها صار في كتير نيجاتيف انرجي عم بتدور، وساعتها بتحبطي، يعني بيصير في عندك أحباط. بقى مرة مرتين بالأسبوع واحد يحكي مع أصحابه حسب قدي أنت بتشوفي أصحابك، مش أكتر. إذا هي المرة اللي عم بتشوفيها للأصحاب على الجروبات تبديع، مش ضروري على الجروبات، ما هو على الجروبات كل يوم يعني على الجروبات كل يوم عم بيصير في نق كتير. بقى شي نكتة من هون، شي شغلة بتضحك من هون،
شيء بوزيتيف من هون احسن بكثير. نحن اكيد رح نتابع هذا الموضوع، بس هلا صار وقت موجز اخبار الساعه 10، وهلا بدنا نشوف كمان اذا بتنصحينا نتابع مواضيع الاخبار وكمان نعرف اكثر شو عم بيصير بالبلد. في كتار اكيد بينطروا هيدا التوقيت يعرفوا شو عم بيصير مستجدات، وبنحكي عن هيدي النقطه بعد ما نعرف اكيد شو عم بيصير بالبلد. فاذا بننتقل مباشره لموجز اخبار الساعه 10 مع باميلا. نرجع معكم مشاهدينا، عم نحكي مع دكتور زين خصوب الأسود عن موضوع الأمل بأوقات الصعبة. هيك بس إذا بدنا نرجع نختم، في كتير أشخاص بيقعدوا قدام التلفزيون خاصة لما يكون في مشاكل، ويعني كل نهار بتابعوا الأخبار وبتابعوا كل شيء عم بيصير على شاشاتنا، وبيفتحوا الواتساب وبيبلشوا على الجروبات وبيمشي هون شو النصيحة حتى يكون أملنا أحسن يعني كمان، ونقدر بهيدي الصعوبة بس ناخذ هيك الاساس وما بعرف كيف بدنا نتعامل مع المواضيع الاخرى. يعني بعدنا عم نحكي عن الانرجي السلبيه، هالانرجي السلبيه بدها تكون كثير قويه اذا واحد ضل قاعد كل النهار مسمر عم بيشوف كمان اخبار صعبه وعم بتصير مع الانسان. عم بتصير على صعيد بلد، عم بتصير على صعيد إنسان، عم بتصير على صعيد صحة، وكمان بيفتحوا السوشيال ميديا وبيبلشوا كمان بيشوفوا يعني بيتخانقوا مع بعضهم وبيشاركوا وبيسبوا بعضهم وبصير في غضب زيادة. الكلمة الحلوة دايما أحسن من الكلمة البشعة نحن منقول، وأكيد أنك أنت تتعرضي كل الوقت لذبذبات سلبية رح أنت تتأثري بطريقة كتير سلبية، وإذا منك محصنة رح تردي على غيرك كمان بطريقة سلبية. بقى أكيد أحسن أن واحد يأخذ خلاصة لشو عم بيصير، لأنه خاصة عنا يعني عبكرة والظهر وعشية بس تعرفي إذا مسكرة الطريق أو لا، تعرفي إذا مسكرة الطريق يعني تعرفي كيف بدك تتسيسري يعني، بس أكيد مش كل الوقت. هيدا الشيء بي بي بيخلق شغب وبيخلق سلبية وبيخلق كتير حالة واحد ما بيكون مرتاح فيها أبدا وبيبقى مزعوج. يعني ما بعرف إذا بتشوفي حالك أنت شو بيصير، بس تحضري أخبار مزعجة شو بيصير فيك بتضلك مزعوجة. مع العلم أنه أنا أبدا ما بحضر أخبار، ما بعرف إذا هيدا بتخبى وراء أصبعي، يعني يمكن هيدي مشكلة. يعني أوقات الواحد كمان بيكون أنريل بأنه لهالدرجة يمكن يبعد عنه القصص النيجاتيف لأنه غلط، لأنه في تروما. إيه لا، لازم واحد يعرف يعني، يمكن ما تحضري يمكن تقري. إيه أكيد، لأن إلا ما يجيك أخبار يعني نوتيفيكيشنز موجودة. ما هو إذا ما مش ضروري تحضري، في ناس بيتأثروا كتير بالفيجوال لأن بس تتأثري كتير بالفيجوال. إذا بتقري يمكن ما تتأثري قد يعني، وتعرفي شو عم بيصير بذات الوقت يعني تكوني أكورة. أكيد بالختام بدنا نرجع هيك نقول لهم لكل المشاهدين يلي فقدوا الأمل ويلي أوقات منقول لهم معكم حق لأنه نحن مثلكم، بس على القليلة بما أنه بلشنا حديثنا بأنه دايما في أمل وبأنه لولا فسحة الأمل مش رح نقدر أبدا نكفي، شو بتعطي آخر نصيحة حتى نقدر نكفي؟ رح أختم بسؤال، شو عنا خيار تاني؟ شو الخيارات تبعنا؟ إذا واحد بده يسأل حاله نحن كيف بدنا نكفي؟ بدنا نسأل شو خياراتنا على مستوى فردي، على مستوى عائلي، على مستوى اجتماعي. ما عنا غير انه يكون عنا امل، ويكون امل متفاعل، يعني نقدر نحط له خطط عمليه لنقدر نكفي بيلي موجود ونمشي لقدام، لانه غير هيك ما فينا نكفي 100%. بس بعد بدي فوت بنقطة معينة يلي كمان يمكن كتار من المشاهدين مش قادرين هيك الفكرة يشيلوها من راسهم، أنه بس يفتح المطار، بس هو يفتح المطار وأنا بدي أهرب، وبيرجعوا بيقولوا طيب بس ما هيدا شيء عالمي كمان، لوين بدي أهرب؟ ويلي بحط كمان يمكن عمره هيدا أو شهادته أو مين رح يخدني أو وين ممكن روح، يعني كل هالأسئلة يلي عم بيسألها لحال كمان كيف في وكيف ممكن يجاوب عليها؟ ولا يا باسكال، انا عم لاقي الناس يلي عن جد عم بتسابر، عم بشتغل مع كثير اشخاص
على مستوى فردي قيادي كمان اكزيكتيف. في ناس فتحت اشغالها للعالم يعني العالم فتح كله على بعضه وفي كثير اشغال يعني عن جد بدهم ينبشوا واحد عم بيلاقي بده يكون في برو اكتيفنس لقدام ما بده يضل واحد قاعد ويقول شو بدي اعمل في واحد في خير بانك تقدمي وتشوف شو رح يصير لانه الا ما طلقتي في العالم انفتح كله على بعضه وفي خطط عمليه جديده كمان عم تنعمل للوضع يلي نحن فيه اكيد مش كلها رح تبين هلا بتبين بعد سنه او سنتين بس انه اكيد في امل دائما في امل وفي بديل اكيد ميرسي لك دكتور بنشوفك الاسبوع الجاي الله مشاهدينا بريك صغير وبنرجع لكم.